صباح الخير وصباح جديد بجمعنا معكم على هوا راديو روزنا ببرنامجنا الصباحي روزنا متروزنا بفقرتنا الأسبوعية فنجان قهوة. صرنا معكم ببث مرئي مباشر على صفحتنا الرسمية على فيسبوك. كل المحبة لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، وأيضا صباح خاص لكل اللي انضموا يتابعونا على البث المرئي. بفقرة فنجان قهوة تعودنا أنه يكون في عنا لقاءات ودردشات دائما من القلب للقلب، وضيفنا اليوم يمكن حيكون أصغر ضيف نستضيفه ضمن الفقرة، وسعيدة جدا يكون معنا. خليني أخبركم عن ضيفي لليوم هيك بشكل كتير سريع. كانت أعلنت الموقع الأعلن الموقع الرسمي لجائزة السلام الدولي للأطفال عن 169 مرشح من 39 دولة للي يحصلوا على الجائزة عام 2021. ضيفنا اليوم هو محمد عزيز أسمر، الطفل السوري الوحيد الموجود مرشح عن سوريا وعن الدول العربية، هو موجود معنا اليوم ليخبرنا عنه عن الجائزة. في دردش كتير يعني، هو حديث كتير كبير وتعريف على العالم عن محمد وعن المشاريع اللي عم بيقوم فيها بسن صغير، هو 13 سنة، لكن لما بنشوف هي الجهود بنقول ما شاء الله ما شاء الله يا محمد، يعني كان أكبر من عمره، يعني كان حريص جدا أنه ينقل رسائل الأطفال حول حقوق الطفل لكل العالم، خاصة بعد كل شيء تعرضت له سوريا. كان عم بيحاول يكون قريب من أقرانه من الأصغر منه، عم بيحاول يكون بدور الكبير بكتير أوقات، يكسب كتير من الجهود لما بتطلع فيه بتسمع، وهو عم بيحاول يلاقي وسيلة لحتى ينقل كل شيء عم بيصير للعالم. تعرف أنه بدأ يحكي باللغة الإنجليزية بظروف صعبة ب13 سنة، إذا ما نحسب منا 10 سنين الحرب، فبنا نقول كان عمره كتير صغير ما وعي إلا على الحرب. فكيف قدر ينقل كل التجربة اللي مرق فيها لصوت فعلا عم بيدور عن حل المشكلة، ما عم بيضل يعاني بس من المشكلة؟ فبنا نقول له إن شاء الله كل التوفيق. خلوني صبح عليه دغري لحتى نبلش دردشتنا اليوم معه. صباح الخير لإلك محمد، وسعيدة كتير تكون موجود معنا اليوم على هوا روزنا. محنور، يسعد صباحك محمد. انت اصغر واحد انا بستضيفه بفنجان قهوة، فعندي فضول هيك، كنت عم دردش الصبح قبل ما نطلع على البث المرئي، انه يا ترى 13 سنة بتشرب قهوة؟ والله لا لحد الان. برافو. فاليوم ما بنشرب قهوة، بس هيك على جو مناخ فنجان القهوة هي الصبحية اللي دايما بنحب انه نعملها. فخبرنا هيك محمد عنك انت، عن هيدا الشاب الصغير عن جد بس هو بأفعاله كتير كبير، شو اليوم شو اللي برأيك عن جد خلاك مرشح لهي الجائزة؟ والله انا بظن انه السبب الرئيسي هو زيارتي للمخيمات، ويعني محاولتي بان اوصل رسائل الاطفال اللي عنا للعالم. اذا نحكي على اللغة الانجليزية، قدي صار لك عم تدرسها؟ والله اللغة الإنجليزية من أول ما بلشت في دراستي حبيت اللغة الإنجليزية، وحبيت أن أطور حالي فيها. فيعني بصف الخامس تقريبا دخلت في معهد يس اللغة الإنجليزية، واللي فيه بدرس يعني درسوني عدة أساتذة فيه، منهم الأستاذ محمد الأصغر واللي هو عمي يعني داخل أدب في اللغة الإنجليزية، فصار يطورني ويهتم فيه. وهلأ يعني كمان بدرس مدرسة النخبي، الحمد لله الأساتذة كلياتهم هون مهتمين في الموضوع وبيحاولون يطوروا من هالمواضيع يعني. طيب لما كنت عم تبلش تعمل الفيديوهات وتنقل الشيء اللي عم بيصير، كنت عم تدور على مفردات ممكن ما تكون عم تاخذوها بالمدرسة، فشو كنت تساوي لحتى هيك تقدر توصل رسالتك وتكون عندك هالطلاقة اللي بتحكي فيها؟ والله انا كنت يعني حاول يعني جايز انا نص من عندي وبعته لعمي كرمال هو يشوف لي اذا في عندي اخطاء لغوية او قواعدي، وبيرجع يبعث لي اياه في يعني في الطريقه الصحيحه في الصيغه الصحيحه. فبالتالي كنت كل مره عم تتعلم شيء جديد وعم تحاول تقدمه. امتى هيك اول مره اجتك الفكره وتشجعت لها؟ كنت يعني اروح زور هالمخيمات، فكنت اشوف عندهم يعني عندهم معاناه او ما في عندهم يعني مثلا اشوف عندهم اصابات الحرب مثل مطورين الاطراف، هي قررت انه اعمل فيديو عن هالمخيمات بركي حدا بيجي بيقدم لي مساعده. مين شجعك على هالفكرة أو قال لك لا بعدك صغير صعب عليك؟ أكيد لعائلتي يعني دور كبير في التشجيع، وفي كتير ناس يعني ما يعني في كتير ناس يشجعوني، منهم عائلتي ومنهم عمي
يعني كتار الناس اللي شجعوني هذا الشيء. في حدا قال لك محمد بعدك صغير شو بدك بهالقصة؟ لا الحمد لله. الحمد لله. هيك لما عم تلتقي مع الأطفال في ناس مثلا قالوا لك نحن ما بدنا نتعاون معك أو ما بدنا نحكي، ما حابين؟ لا والله لحد الآن لا الحمد لله، لأنه الكل بيريد إنه أي منطقة مثلا وقت بروح المخيم الكل بيريد إنه هذا المخيم يتحسن، يتحسن الحمد أوضاعه. الحمد لله. من هال يعني الفيديو اللي بيطلعوا عنه ممكن إنه حدا يجي يقدم له مساعدة. طب انت بالنسبه هيك كنت عم شوف الفيديوهات، فكنت عم لاحظ انك كمان انت بتدرس احيانا طلاب بعمرك متسربين من الدراسه، بتعرف الظروف الحرب ما كانت عم تخلي انه يكون في استمرار دائما انه المدرسه تكون موجوده بالمخيمات بشكل كتير خاص، ما في كان امكانيه تكون في مدارس او يقدروا يروحوا على المدرسه، فلاحظت انه في بعض الاوقات انت كنت عم بتدرس، يعني هل هذا الشيء كان على طول ولا بفترات معينة يعني كنت تحب تقوم فيه؟ والله كنت يعني هي مي دائمة، بس هيك يعني وقت بصير عندي فضاء فعادي بطلع على المخيمات بشوف ايش ممكن انه مثلا اساعد هالاطفال اللي هيك. كان في عندك شيء هيك دوري كل فترة وفترة بتروح لعندهم ولا بتكون بزيارة مرة واحدة بس؟ لا اكيد يعني هي يعني اصلا مواظب، يعني مي مثلا كل اسبوع بروح مره مثلا تقريبا بروح، يعني بعطيهم يا درس الحساب الزنيه او مثلا باللغه الانجليزيه. بتحب هدول المادتين اكثر شيء؟ ايه. شو كمان بتحب اكثر يعني بالاضافه لإلهم انك تشتغله؟ هلا ممكن انه يعني بالنسبه للمواد، مواد او هوايات بالاضافه إلهم. لا بحاول اني اطور حالي من بالرسم كرمال رسم، بطلع مع ابوي يعني رسم رسمي، فانا مو كل قد ماني ما عندي الموهبه بالرسم، فبحاول اني اطور حالي فيها كرمال ساعد ابوي. كثير كمان بنوجه له تحيه لوالدك، لانه يعني هو معروف برسومات وقديش هي بتوعس للامل بمناطق يعني كثير كثير بيكون الوجع فيها كبير. بدي هيك حابي أعرف محمد بالحياة اليومية كيف بيكون بعيد عن الكاميرا عن الفيديوهات، كيف بيكون محمد بحياته اليومية؟ شو بيكون جواك؟ شو بتساوي بالعادة؟ تلعب مثلا؟ بيجي على بالك بالأخص يعني بتكون مركز أكتر شيء بدراستك؟ إيه في هاي السنة بالأخص مركز على الدراسة، وانا هلا في هاي السنه صف التاسع بركز على الشهاده. بس ما صغير على الصف التاسع 13 سنه؟ ايه والله انا الاول ماد يعني فورا طلعت على الثاني مدرسه الاول. فعندك التركيز اليوم على الدراسه بشكل اكبر. طب رفقاتك شو بيقولوا لك؟ ما بيحسوك هيك صرت كبير اكبر من عمرك ولا شو؟ بيحبوا هيك يقعدوا معك تتناقشوا بكثير من المواضيع؟ يعني رفقاتي اكيد يعني اول شغله يعني بيحفزوني على كمان ابني لهم دور رئيسي بانه يحفزوني على هذا الشيء. في مثلا احيانا يعني بنروح بنلعب مع بعض، ما اكيد نتحرك يعني جو رفق عادي. اها حبيت. يعني شو اكثر لعبه بتحبوا تلعبوها؟ أكثر لعبة يعني كرة القدم. شو بتلعب أنت، هجوم ولا شو؟ ما في مركز أساسي. طيب هيك لما بتكونوا انتوا شباب وموجوع وهيك بدك تبلش هيك بفكره فيديو، انا شفت فيديوهات فيه بتطرح كتير مواضيع، يعني هل بتناقشها مع حدا كبير؟ هل حدا كبير بيقترحها عليكم انه تفكروا فيها، مثل مثلا عماله الاطفال حكيت انت عنها، حتى زواج الصغيرات، زواج القاصرات، مين بيطرح عليكم هاي الافكار؟ والله انا يعني من تصفح المواقع التواصل الاجتماعي فبشوف هيك المواضيع، بحاول انه انا طالع موضوع مثلا بستشير اهلي فيه وبشوف يعني بيشوفوا لي اذا في ممكن انه يتعدل عليه او على نفس الموضوع. طيب هذا النشاط اللي عم بتقوم فيه خلى عندك فكره شو انت حابب تكون بس تكبر؟ والله انا يعني بالكبر على الشهاده العلميه مثلا دكتور. ليش اخترت الدكتور؟ ليه لا تكون طبيب؟ يعني بحس انه طبيب له اكثر
يعني أكثر شيء هو بيساهم في مساعدة الأطفال إن شاء الله، خاصة بظروف الحالية اللي عم تمرقوا فيها. أنا هيك بدي أشوف لك هيك بعض التعليقات على البث المباشر، كمان هيك بعض الأسئلة. كانت الأستاذة سميرة عم بتقول لك إنه ما كنت تلاقي صعوبات لحتى توصل للأطفال تحكي معاهم، تعرف شو مشاكلهم؟ القصف كان أصعب الشيء. والسبب يعني الرئيسي انه ينام يعني الزام الروحة على المخيمات يعني. طيب بظروف كورونا وقت اللي كنت بدك تروح او تمارس هذا النشاط، كنت تنصحهم بالاجراءات الوقائيه بهالقصص ولا كيف؟ اكيد اي يعني وقت مثلا بنروح على المخيمات اكيد بنروح نعطيهم قبل ما نبلش مثلا في درس او هيك نعطيهم الاجراءات للوقايه. طيب أنا هيك حابي كمان هيك دردش معك بالجائزة. لما عرفت أنه أنت ترشح اسمك للجائزة شو فكرت بالضبط؟ والله لأ أنا وقتها يعني دريت فيها الخبر، بس يعني كل أمل نوصل رسالة الأطفال اللي عنا لهالعالم لبرا، ويعني ردت أنه واظب بهذا الشيء كمان هالشيء ما يكون مثلا مصنع بس للجائزة. كتير حلو، معناتها يعني لنفترض انه ما صار نصيبه وما ربحت فيها، رح تزعل ولا شو ممكن تخطط؟ لا اكيد الجائزة مي الهدف، اكيد الهدف انه هالاطفال اللي عنا يعني يجي يصير عندهم السلام تام ان شاء الله هيك بتحصل على الجائزة. وفي حال ما صارت اكيد انا واثقة انك رح بتضلك كل مرة تطمح انه يكون في ايصال هذا الصوت باي طريقة تانية. ويعني كمان هيك تخبرنا هيك عن نشاطات تانية، سمعت انك بتحب الشطرنج، شاطر فيه للشطرنج؟ الحمد لله يعني من بداية كمان يعني هي اللعبة اللي اكثر شيء ممكن بحاول انه اتدرب عليها. مين ممكن يكون عم بينافسك وانت عم تتدرب عليها؟ اول شيء بلشت اتطور مع مثلا اخوي او ابو يعني عنا بالعائله، بعدين في صرت العب مع اخوالي واللي هني يعني ابطال الجمهوريه في الشطرنج لعدد سنوات. اها يعني طيب شو اكثر شيء انت من مدينه بنش بيخبرونا انها كثير حلوه المدينه، وهلا انت عم تلعب شطرنج مع اخوالك، في هذا الترابط الاسري، لو قلت لك اجمل شيء ببنش بيحبه محمد شو راح بيكون؟ أكثر شيء هو يعني كرم أخلاق الناس اللي فيه. قديش أنت مرتبط بالناس والأطفال، كتير حبيت. شو أكثر شغلة حلوة هيك بيحكوا لك إياها عنك؟ هلأ عني بالضبط الهدوء، هدوء ما شاء الله عليك كتير هادي واعي. طيب شو أكثر شغلة أنت بتحبها بحالك؟ أنا والله الثقة بالنفس. ما شاء الله عليك، بدنا نتعلم منك يا محمد. بدي اشكرك كثير على هذا اللقاء وممنونه كثير وجودك، وان شاء الله هيك بيجمعنا لقاء اخر بالحياه، خاصه بعد ما تربح الجائزه هاي او بمكان ثاني، لانه واثقه هيك انك رح يكون لك مستقبل كثير كبير، رح تكون ملهم لكثير من الاطفال الاصغر منك وحتى الاكبر منك، رح تكونوا قادرين تغيروا بالمكان اللي انتم موجودين فيه. شكرا كثير لك محمد، كثير انبسطت بلقائك. شكرا لك. شكرا كثير، يعطيك العافية، باي باي. عفوا. بدي أشكر محمد عزيز أسمر، الشاب السوري المرشح لجائزة السلام الدولي للأطفال، كان ضيفنا اليوم، هو المرشح الوحيد عن المنطقة العربية، حكى بكل عفوية، شفنا كيف هو هادي وواعي، شو الغاية، ضل عم يركز دائما على هدفه بإيصال كل شيء عم بيعاني الأطفال السوريين، خاصة اللي فقدوا أطرافهم بسبب ظروف الحرب القاسية، كان بهمه توصل المساعدات لحتى يكون في استمرار لعملية التعليم. فيكم تتابعوا كتير من فيديوهاته اللي عم يحكي فيها باللغة الإنجليزية، وقدي عم يحاول أنه يوصل الرسالة، لأنه برأيه اللغة الإنجليزية هي اللغة الأكثر انتشاراً لحتى توصل للمحافل الدولية، فبنتمنى له التوفيق، وبنتمنى دائما رسالته تضل مستمرة، وكل واحد منا بيقدر يكون مؤثر بالمكان الموجود فيه. شكرا لكل يلي تابعونا بفنجان قهوة لهذا الصباح، رح نكمل سوا برنامجنا الصباحي على هوا راديو روزانا، فكونوا معنا.